أخبار اليوم. كل سنة احنا بنعمل عيد حصاد، عارفة الفلاح اللي بيقعد يزرع ويقلع وينقي الزرع وينقي الفتلة دي وينقي ده وينقي ده، وعيد الحصاد بقى. يعني احنا النهاردة في قمح وفي بلح وفي كل حصاد مصر، وفي كيزان ذرة، وفي اللي زيك واللي زيه الشباب اللي بنحصد شغلهم وحبهم للعمل. وبعدين الصحافة دي أصلها عبارة عن التزام بالناس، التزام بالبشر. يعني لو أنا ما عنديش قارئ بكتب له يبقى ولا حاجة، ما عنديش مشكلة القارئ بحلها أبقى ولا حاجة. يعني إحنا علي أمين ومصطفى أمين علمونا إن إحنا تحت أمر القارئ بحيث إن إحنا نحلله مشاكله، وبحيث إن يفضل حب مصر فينا كلنا، ومهما مهما يعني حصل مشاكل نفضل نحب مصر ونفضل نحل مشاكل مصر. تقولي ذكرياتك بقى مع علي ومصطفى أمين وقصة عيد الأم. قصة عيد الأم، بصي، وأستاذنا علي أمين كان بيجيله قارئات كتير ويكلموا وعندهم مشاكل ويحلها وكده. فجات له مرة قارئة وبتشتكي من عقوق ابنها، بتقول له أنا عندي ابن بعت حاجتي عشان أربيه، وأبوه مات وفضلت أربيه وفضلت أبيع كل حاجة لغاية لما نجح وبقى كويس قوي وخلف 3 أولاد، ولاده بقى في كلية الهندسة، لكن الحقيقة ما بيسألش عني. قال لها إيه ده؟ أنا هكتب عنه عشان ما يبقاش فيه عقوق أبناء. قالت له أرجوك لا تكتبش على ابني، تكتبش على ابني حاجة وحشة أبدا، لأنه ليه أولاد. وبعدين إزاي ابني بقى عظيم وبقى كده، إزاي أنت تخليه ينزل في نظر الناس؟ فراح عامل عيد الام، لانه لقى ان في ام ما يهمهاش العقوق، العقوق ده هو تقول له هو عاق لكن انا ابقى امه يعني. فراح عامل عيد الام، قال ان كل ام، قال دي مش الوحيده، دي زيها في مصر كتير قوي، دي جت بالصدفه عندي، لكن في زيها في مصر كتير. يعني الام، وعلى فكره عايز اقول لك حاجه، انا عايش في انجلترا 2 3 سنين ولفيت العالم، تايلاند والهند واليابان والصين وامريكا الجنوبيه، ما شفتش زي الام المصريه. مش غرور، دي حقيقه. ما فيش، انا شفت امي وبعدين شفت نفسي، طبعا مش شفت نفسي ده انا يعني حاجة عجيبة، لا، زي الباقي. ما اقدرش اعمل حاجة تنزل من ولادي، لازم باستمرار ارفعهم. وبعدين لو تعرفي ازاي الامهات المصريات، يعني انا في واحدة سورية قالت لي ايه يعني ولا حاجة، بكرة يكبر يلا ويسيبني. ايه ده؟ المصرية ما تقولش كده. لا، الأم المصرية تستحق عيد الأم اللي عمله علي أمين. نعمة الباز ظاهرة لم تتكرر، بس تقولي ايه للصحفيات الصغيرة والشباب الصغير اللي لسه عايزين يبقوا صحفية، نصيحتك ليهم ايه؟ لا، ايه ظاهرة لم تتكرر؟ أنا واحدة من مليون. واحدة بس. لا 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 لا، ده أنا واحدة من مليون يا ماما. أنا المصرية اللي حاطة دماغها عقلها في دماغها وبتشتغل عشان الناس، وزي ما انت واقفه اهو ماسكه الميكروفون، انت ماسكه الميكروفون عشان تشوفي الناس بتعمل ايه وتقولي لي وتوصلي للناس انا ايه، عشان يبقى عندهم قدوه. ما انت اهو ما شاء الله. لا لا لا، احنا الست المصريه سواء غساله طباخه شغاله بتخلص في شغلها وبتحب ان هي تثبت وجودها باستمرار وتبقى بارعه، يبقى فيها براعه. فالامومه براعه، انك تبقي ام تبقي بارعه
ودي حلوة قوي انك انت يعني كل ام تقدر تحافظ على اولادها وتحافظ على امومتها وما تخرجش عن عن عن, عن قاعدة الامومة. دي حاجة كبيرة قوي جميلة. نعمل باز دايما يا رب. مستحى والف مبروك على التكريم. سعيدة قوي حبيبتي.